وارحب بكل الاعلاميين الموجودين، ارحب باعضاء اللجنه الفنيه لمهرجان الغردقه الدولي لسياحه الغوص وحمايه البيئه. في البدايه بنحب نقدم تهنئه لابو الغواصين الكابتن نبيل الشاذلي باحتفاله 60 عام على بدايه مشواره مع الغوص، والجدير بالذكر انه متزامن مع ذكرى عيد ميلاده ال 84. فبنحيي كابتن نبيل. هتكلم الاول عن الاتحاد المصري للغوص والغطاس. هذا الاتحاد انشئ سنه 1983، وانشئ بطلب من وزير السياحه فؤاد سلطان، وطلب وزير الرياضه وقال له الحقني، احنا خدنا سينا وفيها مراكز غوص وعاوزين اتحاد عشان يشرف على مراكز الغوص دي. عشان بس ايه الكلام ده هنحتاجه بعدين. الاتحاد المصري للغوص والانقاذ انشئ سنه 83 وبيمثل اتحادين دوليين، غوص الاتحاد الدولي للغوص اللي هو سيمس، والاتحاد الدولي للانقاذ اللي هو انترناشونال لايف سيفنج فيدريشن. الاتحاد الدولي للغوص ده اتحاد انشئ سنه 57، وفي الوقت حاليا 22 مليون عضو بيمثلوا 98 دوله وهيئه. الاتحاد الدولي للانقاذ International Life Saving Federation ده اكبر اتحاد في العالم، وانشئ سنه 1910، واحنا كنا بنحتفل في بطوله العالم في اسكندريه في 2010 ب 100 سنه على الاتحاد الدولي للانقاذ. البطوله دي كان مشارك فيها 4500 رياضي من 55 دولة، بطولة أولمبية صغيرة لمدة 15 يوم. طبعا 112 دولة هم أعضاء الاتحاد الدولي للإنقاذ، 112 دولة وهيئة زي هيئة الصليب الأحمر، زي اليونسكو، اللجنة الأوروبية، دي الهيئات اللي احنا بنتكلم عليها. ومع كل اللي احنا كده يجي ناس قاعدين على كراسي وزراء يقول لك مفيش حاجه اسمها الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي للغوص ولا الاتحاد الدولي للانقاذ. احنا ما بنعترفش بالكلام ده. ربنا يشفيه. ان شاء الله نتمنى ان التعاون يستمر بين الغوص عموما او الناشطين في الغوص والمهتمين برياضه الغوص في الدول العربيه كلها، ونشوف في الاخر تجمع عربي جيد كما هو في مختلف الانشطه الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه وكله، يبقى في ايضا نشاط الغوص بيجمع الدول العربيه كلها، ويبقى في مكتب في جامعه الدول العربيه للغوص، مش بس للرياضه بس، الغوص احدى الرياضه الهامه اللي المفروض ان احنا نهتم بيها، لانها بس مش اي رياضه بس، هي رياضه وجالبه للسياح. في مسابقات رياضيه بتتم عندنا في مصر، في ابطال دوليين بيشاركوا في يعني محافل دوليه رياضيه خاصه بالغوص. الغوص مش هو الغوص ان انا اتعلم غوص بس وانزل يعني اغطس عشان اتفرج بس على البيئه، لا، ده في منافسات وفي بطولات عالميه وفي بطولات دوليه.